موسيقى غربية، موسيقى كلاسيكية. من بعد هي النتيجة ديالنا بينا بأننا نشتغل على ثقافة الغير، وحنا بغينا نخدموا على ثقافة ديالنا، ثقافة الموروث الثقافي ديالنا اللي كانوا أغاني، وبدينا العملية الأولانية ولكن خاصنا نطعموها مع الإخوات والإخوان في الفرقة الموسيقية. وهذا باش كنا استدعينا الأستاذ الشولي والأستاذ ياروتي وبعض الفاعلين ديالنا اليوم اللي كيشتغلوا معنا في الفرقة، وعرضنا الكتابة الموسيقية الجديدة وعملنا واحد الاشتغال وجات عندنا بصمة خاصة بالأغاني اللي كنقدموهم دابا حاليا. ولا الوطني ولا الدولي، وكانت الفكره بطبيعه الحال بنات بهذه الصوره هذه، وكان عندي المشكل المعيق الوحيد هو الامكانيات الماديه، لان اي عمل كيتطلب امكانيات. مع ذلك خدمنا المساطر والمراحل وعملنا لنا تقدر نحققوا بان نقدروا نغطيو واحد النسبه بسيطه من هذا المشروع هذا، والحمد لله نجحنا فيه. شنو اللي قدرنا نجحوا فيه في الحقيقه؟ هو عندنا تضامن ديالنا مع بعضنا، المحبه لبعضيتنا الخالصه، الثقه اللي كنقدموها لبعضيتنا، هو اللي خلانا نقدروا نكونوا ديما واصلين نهاية المرحلة بسيطة، لأن باقي مراحل أخرى كيتسنانا جوج المراحل. المرحلة الأولانية هو النتيجة ديال الصوت، والحمد لله توفقنا، وكانوا عندنا مساعدة الأخوات والإخوان اللي جاو عندنا، سي حمزة منصور باش ما نسبش الخدمات ديالو اللي قدم لنا في الاستوديو، نتمنى إن شاء الله التوفيق ديالته. هذه المناسبة كنشكرها بالسمية ديالنا وبالسمية ديال الفرقة الموسيقية. سي أمين كذلك الموسيقي ديالنا الكبير والفنان المتميز، فحنا عاودنا خمسة إطوان وحتى أنا أربعة عندنا قضية التصرف ديال التنقل، ولكن كاين قبل الوقت ديالته باش نقدروا نجيبوها هكاك هو مواكب معنا الحدث. وبطبيعه الحال حنا كنعرفنا في الثقه الكامله بان العمل ان شاء الله غيطلع بالمواصفات اللي بغيناها. وما نساوش كذلك اللي دعمنا اكثر من نهار بدايه الفرقه الموسيقيه الى يومنا هذا هو السيده المديره على التضامن ديالها والتضحيه. ثاني اللي شاركوا معنا في الحقيقه في البرنامج من غير الموسيقيات والموسيقيين الاساتذه الكرام، ان الاساتذه الاخوان اللي جاونا في الغناء الصوتي السيده الفاضله تاهي شاركت معنا. شكرا. والاشياء الاخرى كاين ناس اللي غادي معنا غادي فرصه تعرف لان كنظن الاشياء الايجابيه في العمل، واخا انا نتعرف على اغنيه جديده على فعاليه جديده، ولا من عمل ثقافي ما يمكنش ينجح اذا ما كانش عندنا تضافر ديال الجهود. راه واحد ما يمكنش يقدر يوصل للعمل، ولكن تضافر الجهود الحمد لله حنا خرجنا. حنا الهدف كامل في نهايه المطاف هو تحديد بصمه ديالنا الثقافيه. حنا من تطوان من طنجه من العرايش باي جهه اي ثقافه في المطاف حنا مغاربه كنساهموا في التاريخ، واليوم كتبنا التاريخ بيدنا بان حنا ساهمنا وكنا فاعلين، وكان في هذا المعهد هذا الموسيقي في العرايش ماشي في شي مدينه اخرى. الحمد لله بفضل ربي وبفضل الاساتذه اللي معنا والسيده المديره وصلنا نحققوا الامورات هذه. شكرا لكم، وباقي عندنا للحديث بقيه، وباقي غنكملوا مراحل ثانيه. باقي قلنا حنا عاد الاولى، عاد من الخطوه الاولانيه باقي الخطوه الثانيه والثالثه، ونتمنى مزيد من التقدم كل شيء للجميع الموسيقيين والاساتذه والقوه الاداريه والقوه التربويه. شكرا.